بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. النور هو أهم العلامات التي يعرف بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة، يعرفنا من نور المؤمنين. أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأرفع رأسي فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل: يا رسول الله، فكيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: غر محجلون، يعني وجوههم بيضاء، وكذلك مواضع الوضوء شديدة البياض، غر محجلون من أثر الوضوء، ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم الذي بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. صدقت يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. مع منة رب العالمين على المؤمنين بسعي النور بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة، وهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. مع هذه المنة اللي جاء ذكرها وجاء ذكر هذا الدعاء النافع المبارك في كتاب الله الحكيم على لسان أهل الإيمان يوم القيامة، ورد في سياق قول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. أمر الله تعالى المؤمنين في سياق هذه الآيات بالتوبة النصوح، دي بداية الآية، بالتوبة النصوح من كل الذنوب. واللي سماها توبة نصوح لأنها أولا هتبدأ بالندم على ما كان منا، وسمها توبة نصوح حتى يبغض الإنسان الذنب كما أحببه في يوم من الأيام. توبة نصوح لأنها تنتهي بصاحبها إلى العمل الصالح
وإلى طاعة الله تعالى توبة نصوح حتى تظل تذكر القلب بعدها، بعد ما تاب وعاد إلى الله وتنصحه بألا يعود إلى الذنوب مرة أخرى. إذا تحقق أهل الإيمان وصدقوا، إذا تحقق أهل الإيمان وصدقوا في توبتهم فهي توبة نصوح، توبة مرجوة في إنه يكفر الله بها السيئات ويدخلهم الجنات في ذلك اليوم المهيب الشديد، في ذلك اليوم المهيب الشديد، في ذلك اليوم الذي يخزي الله فيه الكافرين ولا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لأنه حيجنبهم الذل والهوان، بل إنه سبحانه وتعالى يكرمهم ويعزهم إكراما، يعني يكرم أمة النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإنهم لما اتبعوه وصاحبوه في الدنيا على الإيمان كان الإكرام والفوز جزاءهم في الآخرة على ما قدموا في حياتهم الدنيا من الإحسان، من الإيمان والترقي في مقامات الإيمان إلى درجات الإحسان وزيادة. حالهم بقى يومئذ، يعني حالهم يوم القيامة، المؤمنين دول اللي آمنوا بالنبي الخاتم وبما أرسل به من عند ربه وطبقوا ده في حياتهم وكانوا ملازمين لتوبة ربهم، حلهم يوم القيامة كما قال الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يعني نور إيمانهم ونور طاعتهم يضيء ويمشي بين أيديهم، كأن النور كده بيسبقهم كل ما يبتدوا يتحركوا في مكان يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم، النور بتاعهم سابقهم يهديهم وينير لهم الطرقات في ظل زحام رهيب شديد وشدائد أهوال القيامة، يطمئنهم ذلك النور. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، السعي يعني المشي السريع القوي بيقودهم هذا النور. وفي إشارة حتة أن يوصف النور بالسعي إشارة إلى كمال اللمعان من قوة حركة الضوء، قوة وكمال اللمعان والضياء والتشريف للمؤمنين يوم القيامة. هذا النور، تكون النور ده لكل فرد يوم القيامة من المؤمنين بيكون على قدر أعمال المؤمنين، يعني هو على قدر نور الأعمال اللي كانوا بيعملوها في الدنيا. الجزاء من جنس العمل. ورد وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم، ذكر ابن مسعود وقال يعني أنهم يأتون أو يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط. النور بتاعك بيبقى معاك نور أهل الإيمان، فبيقول يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره على إبهام قدر بسيط جدا، يطفأ مرة ويوقد أخرى. إذن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، لكن قوة النور على حسب قوة الأعمال في الدنيا، وده الوصف اللي أتى به سيدنا ابن مسعود لنور المؤمنين، إنما هو مما تعلمه ابن مسعود من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حكم هذا الخبر الذي جاء به ابن مسعود أنه خبر مرفوع إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو من قوله عليه الصلاة والسلام، لأنه ده إخبار عن أمور غيبية. ابن مسعود رضي الله عنه لن يصل إلى ذلك إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الخبر من قبيل إعلامنا ببعض الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من خلال تعليم حضرته صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام. فكل إنسان منا نوره على قدر عمله، كل مؤمن نوره على قدر أعماله في حياته الدنيا، والمراتب والتفاوت في قدر النور وحجم النور وسعي النور يوم القيامة على قدر سعينا في الأعمال الصالحة
في حياتنا الدنيا. قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الأيدي جمع يد، وهنا التعبير ده يقولك بين يديه، يعني عايز يقولك قدامه أمامه. فإذا قلت بين يدي يعني أمامي، الشيء الذي أمامي. والأيمان جمع يمين، والأيمان جمع يمين، واليمين المقابل بتاعه الشمال. يعني النور بيسعى جهة أيمانهم وشمائلهم أو عن جميع الجهات، لكن تخصيص الأيدي والأيمان إن النور هنا يذكر بس دول مش معناها إنه منعدم في الباقي، لا، هو موجود بيحيط بهم النور من كل مكان، لكن خص الأيدي والأيمان بالذكر هنا، لأن أرباب السعادة هياخدوا صحائف أعمالهم باليد اليمنى ومن جهة اليمين، كما إن أهل الشقاوة بيؤتون من شمائلهم ومن وراء ظهورهم. أما نور المؤمنين هو قائدهم، يأتيهم من بين أيديهم وبأيمانهم، وهو قائدهم على الصراط حتى دخول الجنة. والنور ذلك زينة المؤمنين والتشريف العظيم لأهل الله يوم القيامة. وفي أجواء هذا التشريف العظيم للمؤمنين في ذلك اليوم الرهيب الذي من شدائده يشيب الولدان، وترى الناس فيه سكارى من هول الأحداث، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في رهبة هذا الموقف، شوف بقى اللطف ولطائف الله بالمؤمنين، في رهبة هذا الموقف ألهم الله أهل الإيمان الدعاء الصالح، فيسألوا ربهم ويقولون كما أخبرنا القرآن الكريم: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا من الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانه، اللهم آمين أجمعين. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، يا متولي أمورنا أدم لنا نورنا ولا تطفئه عنا، اجعل نورنا مستمرا دائما مشرقا بين أيدينا وبأيماننا في هذا اليوم العصيب. ربنا أجب الدعاء، اجعل نورنا مستمرا، اجعل نورنا دليلنا نهتدي به حتى نصل إلى دار السلام. ثم ألهم الله أهل الإيمان أن يسألوا، أن يسألوه طلبا آخر بعدما سألوا تمام النور ودوامه. سألوا ربهم في هذا المقام يوم القيامة ونورهم يسعى بين إيديهم مستمرين في الذكر، ما هم وفقوا في الآخرة بناء على توفيقهم في الدنيا، كما كانوا يدعون ربهم في دنياهم وفقوا في أخراهم إلى ذكر ربهم وإلى دعائه، كما توجهوا إلى ربهم بعد أن سألوه تمام أنوارهم، سألوه واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. موفقون، دول توفقوا في الدنيا وكانوا أهل ذكر ودعاء وطاعة وانقطاع لله، إذا أحبوا أحبوا لله، وإذا أعطوا أعطوا لله، وإذا منعوا منعوا لله. أهل الله وفقوا في أخراهم كما كانوا أهل توفيق في دنياهم، سألوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبهم ولا يفضحهم بعقوبتهم على هذه الذنوب حين الحساب، وتوسلوا عشان يعلمونا، وتوسلوا باسمه القدير واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يعني سبحان الله العظيم، سألوا ربهم: ربنا إنك على إتمام نورنا وغفران ذنوبنا وعلى كل ما نرجو منك ونطمع ونطمح، أنت قدير، أنت قدير، فاللهم أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إلهام المؤمنين هذا الدعاء الكريم يوم الفزع الأكبر، اليوم اللي هتعقد فيه الألسن عن الكلام من هول ما يرون، اليوم اللي تسقط القلوب فيه فزعا وخوفا، إلا أهل الإيمان خوفهم خوف رهبة، مش خوف توقع سوء، خوف خشية. إلهامهم بهذا الدعاء في هذا المقام هو علامة على إجابة دعائهم وقبول رجائهم، فما يلهم الله المؤمنين والمؤمنات بأي دعاء إلا وقد جرى قدره بأنه يستجيب أو سيستجيب هذا الدعاء منه. فلما يلهموا بهذا الدعاء معناه أنه الإجابة تمت، والعبد عليه أنه يسأل ربه عز وجل أنه يتم عليه نوره ويسبغه عليه في دنياه حتى يتم له كمال النور على الصراط يوم القيامة. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل ربه تبارك وتعالى أنه يرزقه نورا، ويرزقه نور في جميع أجزاء جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يسأل الله النور الدائم في كل ذرة من أجزاء جسده ليكمل له العلم والمعارف والهدي، لأن النور يهدي صاحبه إلى ما يرضي المولى سبحانه وتعالى، يهديه في الدنيا ويهديه في الآخرة على الصراط. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يدعو فيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، واجعل لي نورا، وأعظم لي نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. اللهم آمين. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن، مرحبا بالجميع. سريعا ناخد أستاذة شروق. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا بس مبدئيا ماما وصياني أن أقول لحضرتك أني بتحبك جدا جدا جدا. أحبها الله الذي أحببتني فيه، وجمعنا أيوة الله على منابر من نور. يا رب اللهم أمين. قبلنا أيديها، ربنا يبارك لك فيها ويرزقك بره. ربنا يخليك يا رب. هي والدتي 62 سنه، ارمله بقالها 12 سنه. هي في المجال الطبي. في حد قريبنا عنده 82 سنه، عرض عليها الزواج. الزواج يعني السبب الرئيسي بتاعه الونس والرعايه الطبيه ورعايه شؤون المنزل. الجانب الزوجي يعني لا مش موجود. هو اتكلموا في النقطة ديت وقال لها لا ما تقلقيش منها، احنا بس جوزنا من جانب الونس. بس شرط واحد للزواج ان هو هيكون بشكل عرفي، هنشهر يعني، هقول لأولادي وانت هتقول أولادك براحتنا، بس هيكون من خلال ورقتين واثنين شهود. اما سألته عن السبب قال لها عشان الميراث.
هي والدتي عندها شوية مشاكل، يعني في مشاكل يعني في الأسرة وكده، فهو قال لا أنا كمان هرحمك من المشاكل دي. ليه يعني؟ ده من الأسباب، إن هو هي عندها يعني في مشاكل، في حجوزات على البيت، في حاجات كده يعني. فهو قال لها من ضمن المشاكل يعني إن ايه؟ هو يعني يرحم، هيدفع الفلوس يعني؟ لا هو ما اتكلمش في فلوس، إن هو يعني هو هيبعدها عن البيت ومشاكله، ودي ده سبب. والسبب التاني يبعدها هو عن أو البيت وما ارتاحتش بعد كده تعمل ايه؟ تقعد فين؟ ما انا لما قلت له النقطه دي قام قال لي انا مقوم لها المحامي بتاعي ان هو يخلص لها كل المشاكل. وما خلصتش، ايه اللي هتعمل ايه؟ لازم الانسان يحسب كل الابعاد بتاعته. ابقى في الشارع بعد كده يعني؟ موضوع عايز اي تفكير يا انا شروق، موضوع كده مش مريح بالنسبه لي، بس يعني خلينا كده نفكر. شكرا يا استاذه شروق، ما قدرناش ناخد غير سؤال عشان الوقت، هنطلع للكتاب وبعد الكتاب ان شاء الله نرد على شروق وندعي باذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. إحنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال إنه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في تصحيح سورة الإنسان. بنذكر حضراتكم بالرواية اللي احنا بنقرأ بيها، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. نتابع مع حضراتكم، احنا صححنا الحلقتين اللي فاتوا بس ما زال الشباب بيقروا لي التصحيح، فنفتح المصاحف للمتابعة معانا. احنا أنس قرأ المرة اللي فاتت، يلا يا أستاذ آدم استعذ وسمي الله وجزاهم بما صبروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. لا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الجنة منصوبة، جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك. ههمس بقى، ما انا وقفت على الكاف يا آدم. لما اجي بقف، بقف على ايه؟ على ساكن، ولا بقف على متحرك؟ طب انا هقف على ساكن، يبقى انا هسكن الايه؟ الكاف. لما سكن الكاف هيبقى حرف عندي ايه؟ همس. مهموس. ما انا عملت كده. لا، ما سمعتش الهمس، ده انا ما سمعتش الكاف اصلا. متكئين فيها على الارائك. سامع دي؟ في نفس، في هوا طلع. متكئين فيها على الارائك. شطور. أخيرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مفيش الأذى اللي بنشوفه في الدنيا، أي نوع من الأذى مش هتشوفه. مفيش شمس حارقة، مفيش برد قارس، قاعدين متكئين على الأرائك والفرش الجميلة أهل الجنة. الجنة غير، مفيهاش أذى خالص، لا من خلق ولا من مخلوق.
ودانية عليهم ظلالها. قولي بس كده. ودانية عليهم ظلالها. ودانية عليهم ظلالها وذللت. قول بس كده. انت شاطر ومجتهد، ما تخافش. ودانية عليهم ظلالها وذللت. عايز اسمع الهمس. وذللت وذللت قطوفها نذلة. تذليلا. وعشان تذليلا. تذليلا. وذللت قطوفها تذليلا. وذليت. وذللت. وذللت قطوفها تذليلا. أحسنت، بس أنا عايزة منك حاجة. افرض أنا في مقطع أنا مش عارف أظبطه على بعض، نقطع المقطع يعني زي ما عمل. ودانية عليهم، بعدين نجي بعد كده خد كلمة ونقول الكلام ده برضو للمبتدئين في قراءة القرآن الكريم، أو حتى اللي قطعوا شوط في القراءة لكن بيتعلموا كيف يتلى القرآن الكريم. فهاجي هنا أقسم الآية. ودانية عليهم. ودانية عليهم ظلالها. ظلالها وذللت. وذللت قطوفها تذليلا. ما فيش تعب، ما بيتعبوش أهل الجنة. حتى الثمرة اللي نفسه تجيله وهو قاعد مكانه، صح ولا؟ صح. جميل. صح. يلا يا أستاذة سارة. ويطاف عليهم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت. وأكواب كانت. وأكواب. اهمسي اهمسي الكاف ساكنة. وأكواب كانت كوارير. لا، كوارير دي حاجة تانية، حاجة كده زي أيوة. القاف حاجة والكاف حاجة. هقول على القوارير كوارير هتزعليه، صح؟ الأكواب القوارير يعني هي أكواب من الفضة الخالصة بتلمع كأنها زي الإزاز. يلا يا سادن. قوارير من فضة قدروها. قد مش قد. قد هي دي دال ولا ضاد؟ دال. طيب. قدروها تقديرا. 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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. ما تقلقلش الضاد تاني. خضر. لا بتقلقل. خضري دي ما بقلقل. خضر وإستبرق وحل. اقف عليها. خلاص يعني ده موضوع بقى. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وقف. خضر واستبرق. خضر. هقف على استبرق. اكمل لا اقف عليها. واكمل. وحل بقى اساور. خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة. أساور مش را. الراء مفتوحة عندك هتبقى مفخمة.
أساور من فضة وسقاهم وسا مش وصا وسا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. شروق السؤال اللي خدناه قبل الفاصل بالنسبه للزواج، الست الوالده 62 سنه وعايزه تتزوج من رجل 82 سنه، اهم شرط عنده انه يبقى عرفي عشان خاطر الميراث، وعشان هو بقى بيقول لها انا هحل لك مشاكل تانية. انا موضوع العرفي ده طبعا الزواج له اركان وشروط، اذا تحققت هذه الاركان وتلك الشروط كان صحيحا شرعا، لكن برضو طاعة ولي الأمر واجبة في أمر التوثيق، إن الحكومة بتعمل نظام لازم الأمة كلها الشعب يلتزم به، النظام ده شيء مطلوب. فأنا الحقيقة لا أنصح بهذه الهيئة في الزواج، وبخاصة إن كلها وعود هي لم تقارب أرض الواقع بعد. أنا هعملك، أنا هسوي لك، وهو من أولها مش عايزك عشان ما تورثيش مستقبلا، فعايز يبقى الزواج عرفي. الدخلة نفسها مش مريحة وما فيش داعي للعرفي في حالتكم، أموركم كلها واضحة، بتقولوا هنشهر ونعلن كل ده عشان هو لا يورثك، وسبحان الله ما حدش عارف مين اللي يورث من مين. يخلي الوالدة تدعي بدعاء الاستخارة، لكن أنا من جهة رأيي الشخصي الذي لا أفرضه لا يروق لي مثل هذا النوع من الزواج يا أختنا الحبيبة الأستاذة شروق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ضارعين خاشعين، ونحن في هذه الجمعة الأخيرة في شهر رمضان الكريم وفي هذه الساعة المباركة، اللهم اجعلنا من المقبولين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا، اللهم وزدنا نورا، اللهم وزدنا نورا، اللهم وزدنا نورا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربنا ألا تخزنا يوم القيامة، اللهم إنا نسألك ألا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا هب لنا من لدنك علما، ربنا هب لنا من لدنك علما، ربنا هب لنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما عديدة مديدة، واجعلنا فيها من الرابحين والرابحات ومن الموفقين والموفقات يا رب العالمين. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.